بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الاهلي بيفوز على الهلال السوداني 1-0 بهدف حسين الشحات علشان يحسم صعوده للجوله القادمه في دوري ابطال افريقيا. الاهلي خلصنا احنا تاني مجموعه ورا سان داونز الجنوب افريقي. الاهلي النهارده كان في مباراه صعبه قدام خصم محترم زي الهلال السوداني، مباراه صعبه حضرتك، لان الهلال السوداني فرقه محترمه، قد يكون الامكانيات البشريه والزاد البشري مش متوفر في الهلال السوداني، بس الهلال السوداني قدم مستوى ممتاز جدا الشوط الاول. ما راحش على مرمى محمد الشناوي، ما شطش ولا تصويبه اون تارجت على مرمى الاهلي، بس كويس الحمد لله رب العالمين. حتى الكره اللي كانت في الدقيقه 72 اللي اتلعبت بالهيدي دي ما اتحسبتش برضو ان هي على المرمى، لان الكره ما لمستش القائم ولا محمد الشناوي تصدى لها، فالكره دي برضو بره مرمى الاهلي. فمعنى كده ان الاهلي لعب مباراه دفاعيه محترمه. بصوا احنا ممكن نختلف مع بعض في الحته دي، لان الاهلي الشوط الاول كان بيقدم عكه في عكه في ضحك في ضحك. الشوط الاول بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد كان بيتفرج، انت بص موضوع الافكار ده احنا ما بنتكلمش فيه، موضوع الافكار الفنيه والكلام الفاضي احنا معروف اخرتنا. بص ادي لايمن اشرف شعلق لبيرسي تاو او شعلق لمحمد شريف، ده الافكار الفنيه اللي موجوده عندنا. او فكر ان احنا نلعب مثلا نجري الاطراف ويلعبوا عرضيات للمهاجم القصير اللي ما بيعرفش يلعب وسط التحامات في منطقه الجزاء ووسط ضرب كتير في منطقه الجزاء، بيواجه مشاكل في ان هو يسرق الاثنين مساكين خصوصا لو اطول منه. واحنا بسم الله ما شاء الله كنا شايفين الاطوال بالنسبه لخط الدفاع بتاع الهلال السوداني كان عامل ازاي، فطبيعي جدا محمد شريف لو لعبت له عرضيات للصبح مش تعمل اي حاجه. طب الحل فين؟ فرديات. والله عندنا بيرسي تاو على الطرف واحمد عبد القادر ممكن يعملوا كل حاجه في الكوره حرفيا على الاطراف، دول اطراف مميزه جدا. مجدي قفشه صنع العاب. بص هو مجدي قفشه النهارده كان صنع العاب مميز، يعني كان باخد الكوره من قدام بيرجعها لورا، اللي هو صناعه لعب ولا مش صناعه لعب؟ احنا المفروض صنع العاب بيطلع لقدام، بس النهارده قفشه كان بيرجع لورا، بس عادي مفيش اي مشكله. الشوط الاول كده كده هيعدي بكل اللي فيه، انا اعتبره اللعيبه فطرانه يعني تقله في الفطار، مستواهم سيء، ولو ان ده العادي بتاع الاهلي. بس بص المره دي بقى في بلس جديد، اللي احنا في الصيام، فالشوط الاول لما نقدمه سيء فده العادي والمتوقع، اللي هو عادي. موضوع الحجر ده ماشي معانا بقاله كتير، بس مش مهم، المهم ايه؟ ان احنا نطلع كسبانين المباراه بتاع النهارده، بس لا اكتر ولا اقل من كده. فمفروض يعني ان احنا كنا هنلعب ماتش عشان خاطر نطلع كسبانين، انما بقى اداء ومش احنا دفنينه سوا، موضوع اداء ده احنا ما بنقدمش اداء بقى لنا فتره طويله، فموضوع ان احنا نقدم اداء ده مش مهم. فلما تلاقي ان في شبه كوره محترمه الاهلي لعبها الشوط الثاني فهتعتبر ان الاهلي عمل اداء. والامانه الاهلي الشوط الثاني كان كويس، كان كويس جدا، بس برده ما ينفعش انك تقول ان الاهلي كان واو ودخل اتغير ما بين الشوطين. لا، لعيبه الاهلي الشوط الثاني كانوا كويسين جدا، وده برده فرق العناصر والزاد البشري ما بين لعيبه الاهلي ولاعيبه الهلال السوداني. لعيبه الهلال السوداني مهما عملوا مجهود جبار، بس في فرق امكانيات ما بينهم وبين لعيبه الاهلي. فالاهلي الشوط الثاني لما دخل وداس هجوميا بدانا نشوف ان احمد عبد القادر ومعلول بداوا يعملوا شغل كويس جدا ناحيه الشمال، بدانا نشوف ان تاو وكريم فؤاد بيحاولوا انهم يعملوا شغل كويس، بس للاسف تاو ما كانش ايجابي شويه على المرمى بما فيه الكفايه، لان الالتحامات مع تاو كانت ضايعه خالص. فكنا مستنيين التغييرات بقى، يعني كنا مستنيين موسيماني هيغير يعمل ايه، لان ان هو اول تغيير حسين الشحات في الدقيقه 67، وبصراحه انا واغلب جمهور الاهلي استغربنا ازاي احمد عبد القادر ما طلعش، اللي هو ايه ده، في تطور ملحوظ كده جاي من بعيد ان انت بتغيرش احمد عبد القادر؟ كويس والله، والله كويس يا احمد عبد القادر، اخيرا اعترفت ان هو ينفع كام 90 دقيقه، الله اكبر عليك. طب كده مين المهاجم؟ بيرسي تاو، مفيش اي مشكله خالص يعني. طب هنلعب عرضيات ولا نلعب على الطرف؟ لا احنا هنلعب على الطرف بقى ونلعب عرضيات لورا. حلو، يعني في تطور الشوط الثاني، بدا يبان ان في حد قرا الماتش صح الشوط الثاني. والله كويس جدا، الحاجات دي ما كناش بنشوفها قبل كده، كنا بنشوف تغييرات بتنزل بتخسرنا، بس دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقت بتعمل تغييرات بتكسبنا، لدرجه ان المعدين والمخرجين بيدوروا حرفيا على اي كلوز يجيبوه لتصوير الكاميرا، ان انت بسم الله ما شاء الله كنت بتقول للاعيبه التعليمات، فاول ما نزل جاب الجول يبقى انت كل ده افكارك. احييك جدا، ما فيهاش اي مشكله، احييك جدا طالما عملت تغيير وطلع صح، ما فيهاش اي مشكله. لويس ميكيسوني المحترف الغريب بتاعنا نزل في الدقيقة 84 مكان محمد مجدي قفشه. طاهر محمد طاهر نزل في الدقيقة 84 مكان احمد عبد القادر. حمدي فتحي نزل مكان اليو ديانج في الدقيقة 78، بصراحة دي تغيير استغربتها جدا، يعني المفروض انك كنت تغير عمرو السوليه، لان عمرو السوليه باين عليه ان هو بدنيا الراجل ضايع تمام، بس هو غيرت اليو ديانج اللي هو مش عارف يعني اي حد هيقول لك ان السوليه، بس عادي طالما قريت حاجة صح وجيت في الثانية لعبكت منك ما عنديش أي مشكلة، المهم ان انت عملت حاجة صح. الحاجة الصح دي كسبتنا وصعدتنا كويس جدا، مفيش اي مشكله. المشكله كانت تيجي لما في نتيجه سلبيه، كنا هنقعد بقى نحكي في المحكي كتير، بس الحمد لله ربنا كرمنا وما حكيناش في المحكي، وان شاء الله باذن الله نفضل ماشيين كويس ونحقق نتائج كويسه.
هفضل تاني وتالت واقول لك لو زعلت من موضوع الاداء فالاهلي ما تتفرجش عليه، الاهلي تسمع نتائجه بس، لا اكتر ولا اقل من كده. الحمد لله الاهلي قدر النهارده يكسب الهلال السوداني، خصم محترم، فريق محترم على قد امكانياته، جه ولعب قدامك مباراه محترمه، فريق مع شويه تحسينات وشويه محترفين ممكن يقدم اداء مميز يتعب بيه كبار افريقيا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو شايف ان انا كنت صريح شويه زياده عن اللزوم وما قلتلكش انت فارس موسيماني والكلام ده، فهتلاقيه موجود هناك عند قنوات كتير. انا ماليش دعوه بالكلام الفاضي ده، بس انا بقول اللي بشوفه، انت بتشوف حاجه تانيه بتقولها لي في الكومنتات، نتخانق بقى براحتنا في الكومنتات مفيش اي مشكله.